أهلا وسهلا فيكم اليوم. طبعا هذه أظن محاضرتنا الرابعة، زمالي غلطان. أنا عم بنسى الوقت معكم، لأن حقيقة كتير عم لاقي إنه مرتاح بالتواصل والتدريب وتفاعلكم. نحن اليوم رح نركز على استمرار شرح بنود المواصل. طبعا رح نشرح اليوم البند رقم 4، وهو بند هام جدا ضمن بنود مواصفة الأيزو، وله أساس جوهري فيما يتعلق بمواصفة ديمينج وإدارة الجودة الشاملة. هذا الفيلم طبعا تستعرضون بعض الأفكار التي الفهرس. أولا نبدأ بتعريفكم بالبند رقم 4، والذي يركز على المكونات المنظمة وكيف يمكن أن نلتزم بتطبيق شروط البند 4، واللي بيساعدنا على السيطرة على المؤسسة والسيطرة على أدائها وتطوير أدائها، بما في ذلك هيكلية التنظيمية والوصول إلى تطبيق مبادئ ديمينج. ويسمى كل ذلك في هذا البند هو الكواليتي مانجمنت، أو هذا البند هو المعني.